مضبوط، تسواهن أو تمثال المرأة الميسانية المعروف شعبيا باسم تسواهن في منطقة الماجدية مركز مدينة العمارة جنوب العراق يبلغ ارتفاع التمثال 23 مترا، ويشير التمثال إلى المرأة الميسانية التي وقفت إلى جانب المقاتلين العراقيين في الحرب العراقية الإيرانية التي وقعت بين عامي 1980 و1989، وشيده النحات الراحل أحمد البياتي في أواخر الثمانينات. طبعا تعد نصب أو تمثال الماجدة العراقية أو ما يسمى بتسواهن هي واحدة من الأعمال الفنية الشاخصة والبارزة في مدينة العمارة بمحافظة ميسان. هذا العمل الكبير الذي يعد أكبر عمل ونصف في منطقة الشرق الأوسط كان من لمسات الفنان العراقي ابن ميسان الراحل أحمد البياتي. أنجز هذا العمل في منتصف الثمانينات من القرن الماضي. هذا العمل يمثل بشكل مختصر هو بسالة وشجاعة وقدم المرأة العراقية في هذه الأرض الخصبة، هذه المرأة التي أنجبت الأبناء الأبطال، أنجبت الشعراء والأدباء. هذا التمثال يرمز للمرأة الميسانية، المرأة العراقية ككل، وخصوصا المرأة الميسانية اللي شاركت وساندت القوات الأمنية بزمن الحرب، الحرب العراقية الإيرانية، وقتلت أكثر من 2 جنود إيرانيين. وشيد هذا التمثال الفنان أحمد البياتي. ارتفاع هذا التمثال 23 متر، ما يقارب 23 متر. صمم هذا التمثال من حديد البليت، والسمك مال البليت مالته 18 ملم 18 سنتين. المرأة العراقية هي صوت العراق، المرأة العراقية مثلت العراق خارج القطر وداخل القطر، واليوم أنا مستعدة في كل المحافل العراقية وفي كل محافظات العراق أمثل المرأة العراقية. المرأة هي تسواهن، إذا ننسى المرأة هي الخنساء، المرأة هي خولة بنت الأزور، والمرأة اللي على رأس كلهن والقدوة واللي إحنا نكون نقتدي بها هي الحوراء زينب عليه السلام. فالحوراء زينب لها كم خطبة بالمحافل، فاطمة الزهراء لها كم خطبة. مرات يسألون المرأة العراقية، المرأة الميسانية، شلون توقف أمام الجموع وتقرأ وتحكي؟ هاي أقول لهم يعني نرجع إحنا إلى هذه النساء العظيمات والعظمة لله وإحنا نكون نفسنا.